جزاكم الله خير يا شيخ. الاستنابة في الحج عن الحي هل تجوز؟ وهل هناك فرق بين إذا كان مفرضا أو لم يفرض؟ نعم. الاستنابة في الفرض عن العاجز عنه عجزا لا يرجى زواله لا بأس به، لأنه جاءت به السنة. وكذلك عن الميت الذي لم يؤدي فريضة جاءت به السنة. أما عن الحي في النفل فالذي أرى أنها لا تصح الاستنابة لا للعاجز ولا للقادر، لأنه إنما جاءت في الفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز، والنافلة لا ضرورة فيها. ولهذا أجاز بعض العلماء أن يصرف من الزكاة في حج الفقير ولا يصرف في نفله، لأن الحج فريضة والصرف فيه ضرورة بخلاف النفل. فلا أرى الاستنابة في النفل، لأن نقول الحج عبادة، إما أن يفعل الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله، فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة. إذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة فهو أفضل، لأنه أعان في فرضه.